أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم ولاد بلدي. يا رب دايما في صحة وسعادة وأمان. وحشتونا كالعادة من الأسبوع اللي فات للأسبوع ده. طبعا احنا عارفين ان احنا في موجة حارة جدا الأيام دي. يا رب تعدي بسلام، ويا رب بقى يكون في عون أي حد بينزل يشتغل في الوقت ده، أو أي عامل أو أي حد بينزل في الجو ده بجد علشان رزقه. فعلا فعلا لقمة العيش دي مش سهلة. يا رب هونها عليهم يا رب، وعدي الأيام دي على خير. ندخل على طول في موضوعنا، ومع أول مصنع ألبان معانا، مصنع جبن بمعنى أصح. احنا الحلقة دي هنتكلم شوية عن المصانع، هنغير شوية في المجال، بقالنا فترة بنتكلم عن المطاعم، نخش بقى على المصانع. معانا مصنع النهاردة، مصنع أستاذ عادل خاطر. أستاذ عادل خاطر راجل مش زي أي راجل بصراحة، راجل سمعته جميلة جدا في بلده. كمان هو خير جدا، غير ان هو بيصنع جبن جميلة وطعمها حلو مش مخشوشة. بيشتغل صح فعلا، صح، بيقدم لنا حاجات مغذية، مش بيشيل الفايدة ويدينا تفاهمين، اكيد عارفين كل الكلام ده. هي الجبنة بتاعته لا هي مخشوشة، طعمها جميل جدا، حاجة اصلية بجد. غير يعني موضوع الاجبان، هو راجل خير جدا، كان ماشي في مشروع كده مجمع اسلامي. بصراحة احنا رحنا المجمع، حاجة خطيرة ما شاء الله ما شاء الله، عمل خيري فظيع، حاجة رهيبة في وسط القرية بصراحة. يعني انا ما صدقتش حاجة زي دي في القرية، قرية كفر العرب، كفر العرب في محافظة دمياط. رحنا هناك المصنع، شفناه في شغله قد ايه مجتهد، قد ايه دقنا، قلنا له عايزين كده ندوق الجبنه بتاعتك، دوقنا احلى حاجه دقتها في حياتي. المصنع نظيف نظيف بجد، من يعني المصانع اللي دخلتها ولاحظت عليها النظافه، الالات كده حاجه متلمعه، يعني حاجه بتنظف كل يوم، الارض ممسوحه، ده مش بلاقيه طبعا، يعني مش دايما بلاقيه. هنروح على طول على التقرير، هنتكلم مع صاحب المصنع، هنتكلم مع ابنه، هو هناك المدير المسؤول، هنشوف بقى منتجاته الجميلة ومنتجاته اللي بجد بجد كده تاخدها وانت مطمن ان انت هيخش معدتك حاجة نظيفة. تعالوا معانا نروح عند استاذ عادل خاطر. بشتغل جبنة بيضة وجبنة رومي. لا، المصاري الالبان دي بجمعها من الفلاحين، الصبح صباحا ومساء، وبنشتغل كل ورشه ورشتها، يعني الصبح بنشتغل لوحده وبالليل لوحده. الجبنه الرخيصه دي بتبقى جبنه مطبوخه، طبعا بحطوا سمنه جوز الهند وبحطوا عليها بودره وحاجات اشياء كتير احنا ما نعرفهاش، لكن دي جبنه لبن حليب جاي من عند الفلاح للاذان، بنشتغل اوتوماتيك ما نحطش عليها اي حاجه عادي. الكمامه طبعا وكون ده. انا عبد الرحمن عبد الخاطر، 34 سنة، شغال هنا طول عمري في المعمل، جدا عن أب، الحمد لله ده شغلتي ومبسوط بيها. أولا بداية الموضوع كده، احنا بداية اللبن عندنا بيبدأ هنا من الساعة 8 الصبح، بنجهز للشغل. أول حاجة بنبقى نجهز الترابيزات للجبنة البيضة، وبنجهز الأفف أو البقوطي للجبنة التلاجة. هي بتسمى جبنه ثلاجه هنا منطقتنا، اسمها جبنه ثلاجه، اما هي في الاساس اسمها بقوطش، تمام. ده اللي شغلنا الاساسي الحالي. بالليل بشتغل جبنه رومش عشان اللبن سمين وكده يعني. شكرا لسياده الرئيس على كل الخدمات اللي بيعملها لنا. مبدئيا اولا الطرق، ثانيا الخدمات عموما على كل على مستوى الجمهوريه، كفاله اليتيم، الكباري عندنا، البتاع لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم، الكره، تجديد الكره وتحديثها، الاماكن كتير، في حاجات كتيره سياده الرئيس عاملها على مستوى الجمهوريه، في احنا شايفينها وفي حاجات ما احناش شايفينها.
ورجعنا معاكم على طول، والتاني جولة معانا برضو في كفر العرب محافظة دمياط، مصنع رضا نوفل، أستاذ رضا نوفل. طبعا وانا في مشواري في الجولات انا بقابل بعض الحاجات او بعض المعامل الصغيرة اللي بستأمنها جدا، واول ما بدخل من على الباب واشوف المنظر برجع، وانا عارفة كويس قوي 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 انها مش هتطول كتير الاماكن اللي زي دي، لان انا عارفة الجهات المختصة هي ماشية ازاي وبتعمل ايه. لكن مصنع استاذ رضا نوفل حاجة تشرف بجد. دخلت اول حاجة عيني بتروح عليها النظافة، ابص كده على الجبن وابص على المنتجات اللي عنده والزبادي والجبنة الرومي والحاجات الجميلة النظيفة اللي متخزنة صح في الثلاجات، وكل حاجة زي الفل. طبعا مصنع رضا نوفل هو مصنع كبير ومعروف، معروف بكل حاجة فيه مميزة، كل حاجة فيه ماشية صح ومظبوطة. مصنع رضا نوفل معانا في التقرير الجاي، كله يجي معانا لمصنع استاذ رضا نوفل ويشوف هيقول لنا رضا إيه؟ السعيد السعيد نوفل، معمل منتجات البان رضا نوفل. انا مصنع عندي جبنه رومي والجبنه البيضاء وجبنه الثلاجه الملح خفيف والزبادي والسمن البلدي، وموجود عندي القشطه برضه، قشطه البر وقشطه الجاموس بتاعت الانتاج الرومي، وان شاء الله بيتوسع باذن الله جميع منتجات الالبان. لا انا عندي اكتر من مصدر لتوزيع توريد اللبن، عندي موردين اللي هم الناس بتوع تجميع الالبان، مراكز تجميع الالبان بيجيبوا لي اللبن، وعندي اصحاب مزارع متعاقد معاهم، وعندي الفلاحين في بلدي والبلاد اللي حواليا اللي هم المسرح بتاعي. والله تقريبا احنا عاملين كل اللي وزاره الصحه قالت عليه بخصوص الكمامات، غطيان الراس، الكحول، التطهير، تباعد المسافات بين العمال، التعقيم بصفه دوريه يعني. احمد راس سعيد السعيد نوفل. والله انا مدير التصنيع في المكان الحمد لله. انا احب اشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الجهود اللي عملها على جميع الطرق على جميع الطرق وجميع الانجازات اللي الرئيس عملها، حاجات ما شفناهاش بقالنا 50 60 سنه فاتت. وتطوير الريف وبصراحه عشنا عيشه جميله الحمد لله في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يطول في عمره يا رب ان شاء الله. هو لازم اللبن قبل التصنيع لازم بيمر بمراحل كتير قوي قبل التصنيع. رقم واحد واللبن هو لسه جاي، لسه لازم اطلع استلم اللبن دي اشوف في دي اختبارات كتير، اختبارات عن طريق الشم في حموضه ولا لا، في يعني في لبن بيت او لا كام. بعدين بناخد منه عينات من كل برميل واحده ولا حاجه، تخش على جهاز التحليل نعرف فيها نسبه الدهن ايه، نسبه البروتين ايه، المواد الصلبه اللادهنيه، الكثافه، الجوامد، نقطه التجمد، الحاجات دي كلها. اللبن مظبوط وصالح لانه يشتغل يخش عندي على مصافي الصفه زي نظام فلتره يعني، ينزل مبررات حفظ. الوقت ما التشغيل بقى اسحب من المبررات على معدات التسخين. في لبن عندي بيتسخن درجه البسطره اللي هو 90 فما فوق، زي لبن الزبادي مثلا ده لازم يتبسطر، بعد كده يتبرد درجه حراره 40 عن طريق عندي حاجه اسمها مبادل حراري، يخش فيه الخرطوم ميه مع خرطوم لبن، تبريد مفاجئ يعني، دي هي عمليه البسطره. غير لبن الجبنة والجبنة الرومي.
لسه مكملين معانا مشاهدينا في محافظة دمياط، ولسه مكملين معانا في جولتنا. واحنا في جولتنا قابلنا مصنع استاذ عبده النجار. استاذ عبده النجار راجل طيب وبسيط. دخلنا عنده قلنا له ما تدوقنا كده حاجة من عندك يا استاذ عبده، وبصينا كده عنده جوه. بصراحة مفيش حاجة تتقال عنه غير ان كل خير يتقال عنه. حد بقى مضمون عنده المزارع بتاعته والمزرعة جنب المصنع، ياخد اللبن يوديه المصنع يشتغل على طول، ولا بقى في تخزين ولا في لف ولا يجيب من هنا ولا يجيب من هنا، لا اللبن ده حلو على اللبن الوحش ونحطه على بعض، لا 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 لا، هو على طول يجيب من المزرعة على المصنع بتاعه. واحنا في التقرير بتاعنا صورنا المزرعة او جزء بسيط من المزرعة، لان ما شاء الله المزرعة تشرف، يعني حاجة كبيرة وضخمة، واحنا ما قدرناش ان احنا نصورها كلها طبعا، لان احنا بنروح مش عن يعني ميعاد سابق، لا احنا بنروح في جولتنا مفاجئ علشان نشوف بعينينا الناس اللي ماشيه صح. راجل لابس كمامه وجوانتيات، ويعني طبعا ده ما بتلاقيهوش كتير في الناس البسيطه اللي من القرى، يعني ساعات مش بيهتموا بالحاجات دي او مش مستدركين مدى الوباء اللي احنا فيه. مش هتكلم كتير، تعالوا معانا مصنع عبده النجار وشوفوا الكلام اللي انا قلته في التقرير. اتفضلوا معانا. عبده صابر النجار. جبنا بيضة اسطنبولي وجبنا رومي وجبنا رومي. والله احنا عندنا جودة عالية في المنتج بتاعنا، في الجبنة الرومي والجبنة البيضة، وفي وقاية وحرازة من وزارة من الصحة في النظافة، وفي اللبن بنجيبه بنشغله طرفه بطرفه، ما بنبيتش اللبن، وبيبقى بيجي من المزرعة بتاعتنا على طول، بيخش المعمل بيشتغل، بيطلع منتج سليم 100% من مزارعنا. من المزارع بتاعتنا. والله احنا بنلبس جوندات وبنلبس اللي هي جوندات وكمامات، بنعقم المكان دايما على طول بنطهر. احنا بنشتغل لبن حليب طازه، ما فيش فيه اي مغنسات ولا فيه اي مدخلات اخرى، حليب طازه. احنا بنشكر سياده الرئيس على مجهوده اللي هو بيعمل اقصى جهده في الدوله، وواقف جنب الناس وبيدعم المواطنين على الانتاج الكويس، ونشكر رئيس الدوله.
ورجعنا تاني ليكم مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم جولتنا في محافظه دمياط. محافظه دمياط فرسكور. دخلنا بقى المره دي حاجه مختلفه، معمل مخلل. طبعا احنا يعني مش انا بس، يعني احنا كشعب مصري بنعشق المخلل، بس مش دايما بنلاقي كده مخلل يعجبنا. انا دخلت المعمل اسمه معمل الايمن. انا دخلت المعمل وعملت لقاء مع استاذ ايمن، شفت انواع المخللات اللي عنده مختلفة، انواع مختلفة وابتكارات بجد. زيتون مش عارفة، انا مهما اقول مش عارف اقول اللي قالهولي بصراحة. زيتون مخلي، زيتون محشي، الليمون بكذا طريقة، عنده ابتكارات فظيعة في انواع المخلل. ما فيش نوع مخلل انت نفسك فيه مش هتلاقيه في معمل الايمن. انا انبهرت، يعني دايما لما ادخل اي معمل الاقي عنده مثلا متخصص في نوعين، متخصص في ثلاث انواع، بس انك تلاقي معمل عنده كل الانواع بكل الاشكال، تحضيرات هائلة، نظافة عظيمة بجد. يعني قال لي ان هو بعد ما بيخلل يعني يحط المحلول على المخلل ويتخلل، اثناء التعبئة يرجع يغسل المخلل تاني بمية نظيفة ويحطه في محلول نظيف، الحاجة تروح للعميل رايقة ونظيفة، وبجد الطعم جميل جدا. انا دقت المخلل جميل جميل جميل. اعزائي المشاهدين انا بنصحكم جربوا مخلل الايمن وقولوا لي رايكم. كمان معمل الايمن او استاذ ايمن عنده ابتكارات مش بس في المخلل، عنده كمان انواع جبن هو مبتكرها جميله جدا، جبن كريمي ومخلط بقى معاها في جبنه اسمها كازابلانكا وجبنه بيسوسيس وجبنه، لا مش هقدر بجد افتكر انواع الجبن اللي هو خالطها ببعض والتشكيله الجميله اللي هو عاملها من انواع الجبن الكريمي وانواع الجبن الصعيدي او الدمياطي، حاجات كده جميله جدا. اتفضلوا معانا. ايمن اسماعيل 10 سنين. والله طبيعه شغل حضرتك ان انا بجيب البراميل من اماكن معينه، من اماكن مختلفة في مزارع الزيتون، يعني اماكن مزارع الزيتون، وبعيد تعبئتها تاني في جرادل وبطلعها للسوق بعد غسلها وبعد ما ابدأ المحلول المناسب ليها لكل صنف. احنا شغالين في حوالي فوق 25 صنف مخلل، نوع مخللات. عندنا المشكل، عندنا الزيتون المفدغ، عندنا الزيتون الاخضر الشرايح، عندنا الزيتون الاخضر السليم، عندنا الزيتون الاسباني اللي هو البيكول الطبيعي، عندنا الزيتون الدولسي، عندنا الزيتون الكلاماتا، عندنا البصل البيكلز والاورما والفرزه، عندنا الفلفل المكسيكي والبلدي، عندنا الليمون الاصفر، وعندنا الليمون الاخضر، وعندنا المحاشي، الزيتون محشي جزر، الزيتون محشي فلفل، الزيتون محشي ليمون، وعندنا الخيار البلدي، وعندنا الفلافل البلدي، وعندنا الخيار القش الهندي، وعندنا برضه فلفل، في نوع اسمه فلفل بربشيون ايطالي، وفي نوع اسمه فلفل شيري. احنا بنحط لكل صنف مقدار معين يعني كل صنف ليه محلول معين. يعني الحاجات الخضراء لها محلول والحاجات السوداء لها محلول. زي ما حضرتك بنقفل الباب علينا ضلفه مثلا اللي مفتوحه للجماهير وكده. وطبعا جوه المعمل بنراعي لبس الكمامه وغسل الايدين بعد كل فتره، يعني بعد كل 5 دقايق بنغسل ايدينا على طول. يعني انا بشكر سياده الرئيس على المجهودات الجباره اللي عاملها في البلد، ويكفي الامان، يعني الامان والمجهودات اللي عاملها في البلد، يعني مجهودات جباره يعني. وطبعا هو بيركب بالاقتصاد المصري للتقدم يعني في جميع المجالات يعني.
وفي الختام أعزائي المشاهدين، يا رب نكون قدرنا نفيدكم ونقدم لكم كل الأماكن اللي انتوا تحبوا تعرفوها، ونكون على قد الثقة اللي بيننا وبينكم. أعزائي المشاهدين هتوحشونا الأسبوع الجاي، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.